يبدو أن هذا الشاب سيبقى لعام آخر يعمل في هذه الأسواق، أو قد يطول الأمر أكثر من ذلك. شامل محاضر مجاني، وحاله مثل حال المحاضرين في نينوى، والذين يصل عددهم إلى قرابة 17,000 محاضر، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر قرار تحويلهم إلى عقود وزارية، لكنهم تعرضوا لخيبة أمل كبيرة وصدموا بقرار المنحة المالية التي أقرها البرلمان. أجتنا فرصة أن نداوم بالمجان، يعني بدون مقابل، من 2018. ومن 2018 إلى هسه إحنا 4 سنوات نداوم بالمجان على أمل أنه تلقي فرصة عمل أو تكون لنا الأولوية بالعقد أو بالتعيين. لكن للأسف هاي كل سنة ماكو، بس تسويف ومماطلة. المحاضرون بالمجان لطالما طالبوا بحقوق تحويلهم إلى عقود وزارية، وأقاموا العديد من المؤتمرات، وهددوا بالإضراب والعزوف عن الدوام في المدارس، وكانوا ينتظرون التصويت على الموازنة ليعلموا مصيرهم. وبعد صدمتهم بما جرى أصبحت كل الخيارات متاحة أمامهم. ليس نوع من الظلم، وإنما كل الظلم والإجحاف والإقصاء والتهميش. محاضرين أين هم اللي فتحوا المدارس بعد التحرير قبل الكادر التدريسي، قبل الملاكات التربوية الأساسية؟ هم اللي فتحوا المدارس، هم اللي قدموا خدمة. يعني أملنا كبير كان بهاي الموازنة، بس للأسف خذلونا بيها وسوونا منحة. يوجد في عموم العراق قرابة 200,000 محاضر مجاني، وهنا في نينوى تعتمد مديرية التربية على أعداد كبيرة منهم في سير العملية التربوية، وقد كان للمحاضرين دور كبير بعد تحرير المدينة، خصوصا في ظل نقص الكوادر الذي تعاني منه التربية. كنا نتأمل أنه يحولنا عقود، وبالتالي صارت منحة. النواب صرحوا وقالوا عقود، ما نعرف يعني لسه مصيرنا، ما نعرف شنو. احنا صارنا ندوم 4 سنوات كمحاضرين مجانين، وما نعرف شنو المصير. وينتظر المحاضرون اليوم بصيص أمل من البرلمان كانوا ينتظرونه ليحصلوا على حقوقهم بعد أن قدموا الخدمات لسنوات وعانت عوائلهم الأمرين. الآلاف من المحاضرين في نينوى يعيشون في تردد ما بين ترك المدارس وما بين إكمال ما بدأوا به، فكيف سيكون حال مدارس المحافظة إذا ترك هذا العدد الكبير العملية التربوية فيها؟ من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.